لله كانوا الناس تبعوا لعملي فات الجزء الاول من مسلسل المكتوب. الصراحه لعملي فات ما كناش عارفين اصلا بلي غادي يكون الجزء الثاني، فكنظن انها جات ك نزولا عند الرغبه ديال الجمهور المغربي اللي طالب بقوه باش انه يكون الجزء الثاني. فكنشكر القناه الثانيه انها خدات هذه المبادره، وعلاش لا ربما اجزاء اخرى الا كانت بيان سور القصه غادي تبقى في نفس المستوى. فكنظن ان الجزء الثاني غادي يكون شيق، غادي يعجب الناس ان شاء الله، هذا باش نقدر نوعدهم. وبالنسبه لي انا هو شخصيه بيان سور فيها واحد التغييرات كثيره، لا الصراعات ديالها ولا المشاعر ديالها ولا يعني حتى لوك، كاين بزاف ديال الاشياء اللي تغيرات. ما نبغيش نقول لهم اكثر لان غادي نولي كنحرق الاحداث. المهم ان كاين صراعات جميله اللي غتعجب الناس ان شاء الله. كاين تغيير اكيد، ما غيكونش واحد التغيير اللي هو جذري، لان الشخصيه ديال هند كانت كيف ما تبنات فعندها واحد المبادئ اللي هي كتشبث بهم وما تقدرش تخلى عليهم، ولكن كاين بعض الصراعات اللي كبيره اللي غتخليها ربما تطرح تساؤلات على القناعات ديالها، وهذا هو اللي زوين في هذا الجزء الثاني ان شاء الله. كنظن بالنسبه لي يعني بالنسبه للشخصيه اللي لعبها انا. من جهة عندي واحد شوية ديال التخوف، لأن أكيد هي الفن هو واحد المسألة اللي نسبية، يعني ما كتعرفش الناس واش غيعجبهم واش ما غيعجبهمش، ما تقدرش تحسم في هذا الأمر قبل ما يوقع هذاك اللقاء مع الجمهور. فتقدر واحد الحاجة أنت تضرب فيها تمارة وتخدم عليها من قلبك، وتقدر يكون يعني تقييم الناس ليها يكون ضعيف مثلا، فما نقدرش نحسم، هذا هو اللي كيخليني نتخوف نسبيا. ولكن من جهه اخرى بصراحه ما عنديش تخوف، لان كاين واحد الثقه بصراحه في الفريق ديال العمل والناس اللي كانوا وراء يعني في الخفاء اللي اشتغلوا على هذا المسلسل. وغادي نذكر منهم السيناريست فاتن اليوسفي اللي يعني كتبات وعاود كتبات وموديفيات ويعني سمعت حتى الناس شنو باغيين وسمعت لنا حنا شنو راينا، يعني كان واحد التعديلات باش يكون هذاك الشيء في المستوى ويكون بارفي. كاين ايضا المخرج علاء كعبون اللي تبارك الله دار واحد الخدمه كبيره، ربما في الجزء الثاني كبر من الجزء الاول، ودجا في الجزء الاول كان على مستوى عالي الحمد لله في الاخراج، وهذه السنه كنظن انه غادي يكون مستوى اعلى من داكشي اللي شفته عشت يعني معاه في البلاطو، وكذلك في التوجيه ديالو للممثلين. هو تبارك الله عنده واحد القدره زوينه بزاف على انه يوجه الممثل بالضبط كيفاش يلعب واحد المشاعر معينه، كيفاش يعبر على واحد الاحساس معين في اللقطه، بالاخذ بعين الاعتبار على شنو وقع من بعد، شنو قبل وشنو غادي يوقع من بعد. يعني هذه اسئله في التفاصيل ديال الشغل اللي كان كيوقف عليها. وكذلك كاين يعني حتى الانتاج، على مستوى الانتاج كان واحد المستوى في انتاجي جميل، يعني الكونيكسيون ميديا تبارك الله داروا واحد الخدمه زوينه، لا في اختياراتهم للديكور ولا في يعني في الاستثمار ديالهم في العمل من ناحيه كل ما هو مرئي. فكنظن ان هاد لي زاليمون كاملين ما يمكنش يعطيو شي حاجه اللي ما زويناش، والله اعلم. عاوتاني نعم، الى جانب الجزء الثاني من المسلسل المكتوب كاين مشاركات اخرين، نبقاو بعدا في القناه الثانيه كاين مسلسل المكتوب الجزء الثاني، وكاين خوخواتاتو لا سيت كوم اللي غادي تكون كنظن متميزه بزاف على كل سيت كومات اللي دازوا قبل، كنظن كنتمنى، لان الموضوع ديالها مختلف. واحد الاخ اللي عنده 7 ديال الخواتاتو ووالدينا كيتوفاو وكيبقاو خواتاتو معاه، وكيفاش خصو يجيري هذوك البنات بكل واحد بطريقتها، كل وحده بالعالم ديالها. فوالا كنرى انه غادي يكون زوين، وفيه بزاف ديال الضحك، فيه مواضيع زوينه كيناقش يعني مواضيع اللي خاصه بالسيدات وفي علاقتهم مع اخوتهم، في علاقتهم مع الجيران، يعني كاين فيه واحد الماده دسيمه. ما عرفتش فوقاش البروغرام بالضبط، ولكن غيكون زوين ان شاء الله. كاين ايضا على القناه الاولى 2 اعمال اخرين، كاين كبسولات زكي الخفه اللي صورتهم هذه دابا 3 سنين تقريبا،
إخراج سي محمد الكرات اللي كنوجه له تحية. أنا كنت غليظة شوية، كان شعري باقي طويل مي بون، مهم تخبوا مي كنظن أنهم غادي يخرجوا في الوقت المناسب. وكاين كذلك سلسلة ديال، هي سلسلة كوميدية من 30 حلقة، كل حلقة فيها 30 دقيقة، ديال عفاك بابا، اللي كتجمعني مع ممثلين تبارك الله من طينة الكبار على رأسهم سي رشيد الوالي ولا سعدية أزكون. ف فوالا كنتمنى ان هاد البرمجه اللي كتخصني انا بعدا تكون تعجب الناس ان شاء الله، وتكون البرمجه ديال سيدنا رمضان كامله زوينه يا ربي. بصراحة أنا تفاجأت من هاد البرمجة، لأن هما أعمال اللي صورتهم يعني لها مدة طويلة، حيث مثلا خو خواتاتو صورناه العام اللي فات، على أساس غيدوز العام اللي فات فبقى لهاد العام. كذلك الزكي الخفا، اللي جداد هما المكتوب جوج وسلسلة ديال عفاك بابا. بصراحة أنا خايفة لأن فهمتي الناس باش يشوفوك في نفس الفترة تقريبا بربعة ديال الشخصيات مختلفة، وفيها ثلاثة ديال الأعمال كوميدية وأعمال درامي. هو من واحد جهة تنوع لي زوين، ولكن من جهة أخرى كيخلق واحد شوية ديال التخوف. كنتمنى أن الناس يتقبلوها وأن الناس يعجبهم هذا التنوع هذا. على مستوى السينما كاين فيلم أجيها البحر اللي توا صورته السنه اللي فاتت، ولكن كيف كتعرفوا نتوما الاعمال السينمائيه كتاخذ شويه ديال الوقت قبل ما تخرج للقاعات. وكذلك انا كنت تكلمت مع جيهان البحر المخرجه، هي بغات الفيلم يتعرض في مهرجانات يعني سواء داخل او خارج المغرب، وعادي يخرج في القاعات السينمائيه. كنظن حتى هذه الخطوه غتاخذ شويه ديال الوقت، ولكن دابا حالا الفيلم راه في خضم التوضيب او لما يعني المونتاج ولا فينيسيون ديالو، وتا هو فيلم زوين ان شاء الله نتمنى يعجب الناس. السلام عليكم، مساء النور المغاربة كاملين فين ما كنتوا سواء داخل أو خارج أرض الوطن. من خلال هيسبريس كنقول لكم عواشر مبروكة ورمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالهنا وبالفرحة وبالصحة والعافية إن شاء الله لكم ولكل الأقارب ديالكم والحباب ديالكم. تحياتي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.